السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ كلشي هو هذاك بخير، كلشي مزيان. المهم اليوم مع فيديو جديد. عرفتي البارح منعش مش كيت عليكم. بعدا بغيت نشكركم بزاف على التعليق اللي خليتو لي اخر فيديو اللي خطيكم. المهم انا نهضر في واحد الموضوع اللي ضروري خصني نهضر فيه. المهم عرفتي البارح جهلني داك الدرس، جهلني. والمشكله ماشي غير درس واحد، ناض ليا الدرس الاول. كانت في الاول اش كان عندي؟ كان عندي كنت واحد مسخوط الوالدين، راه ما نقولش ليه طبيب، مسخوط الوالدين. كان حيد ليا درسه وخلي ليا حجر. قلت لي راه خليتي ليا شي حاجه، مع حسيت انا. قال لي لا راه ما خليت لك والو. المهم بلا ما نذكر الاسم ديالو، يا حسره راه جراح. المهم حيد ليا السنه وخلى ليا مسخوط الوالدين، خلى ليا الشلقه في الداخل في اللحم ديالي. دابا عامين عاد بجدات كتنوض، انا كيسحب ليا غير درس العقل هو اللي كينوض. وراه الشرقه اللي خارجه ليا دابا، وليت فيما كناكل كيعطيني الصداع وكيسحب ليا السنه عندي مسوسه ديك الجهه. وفي الاخر لقيت ملي جيت نقلب بلساني لقيت بحال شي بحكش داك بحال الشرقه ديال السنه خارجه، هي اللي كتعطيني الصداع. دابا هي كنت غادي نمشي. المهم ما عنديش يعني المهم يعني الفلوس ما عنديش باش نمشي. ديك الايام قلت انا تا خليتي تكون عندي الفلوس ونمشي. المهم ناضت عاوتاني درس اخرى، ناضت الدرس عليا، زادت هاد الدرس اللي هنايا. دابا اش ناضين؟ انا عييت ثلاثه. عرفتي راه با يحمقوني بعدا انا، بعدا هذاك الدرس الاولى، هاد ماشي الشرقه الاولى، صافي خرجت عليا. عرفتي حمقاتني، راكم عارفين نتوما الدروس اش غنقول لكم، حمقتني ما خلاتني كاع نعس. تصوروا واش درت في هذيك الليله؟ ناضت عليا هذيك، ناض عليا عاوتاني الدرس الاخر كليت عليه. اش درت؟ درت الفيرني، الفيرني مع فيه داك لانكول، درته في الدرسه. غتقولي يا رجاء لا ما خاصكيش ديري الفيرني، شحال من وحده قالوا لي صحاباتي نيت سيهام. المهم راه تعرفوا سيهام من صورتها، هي قالت لي علاش درتي عمرك؟ قالت لي ديري مسكينه راه والله العظيم شكرا لها بزاف من هنايا، يعني احسن صحبه صراحه الله يعمر لها الدار. قالت لي شوفي انا صيفط لك الفلوس، غير شوفي كي ديري تتهني من ديك الدرسه. قالت لي حيديها ولا عمريها ولا شوفي اش ديري. والله الا شكرا لك من هنايا، شكرا شكرا البنات في التعاليق والله، حيتاش هي عارفه وكنجمع معاها وكنعاود ليها، لا هي ولا صاحبتي اخرى ناديه. عندي دابا ثلاثه صحابات، عندي ليلى وناديه وسيهام، هادو ثلاثه، سيهام منصور فاميلي يعني ديال قلبي. واخا هكاك هادو هما الوحيدين اللي اش غنقول لكم خرجوا ظريفات بزاف، يعني كيبغوا لك الخير وبزاف تاع الحوايج. المهم قلت لكم غادي دابا غنمشي عند الطبيب نشوف اش غادي يقول لي على هادي. ضروري كون راه غايقول لي داك ليكوغرافي لسناني. المهم بالنسبه على السنسله البنات، علاش بعتها؟ حيتاش تحزيت اصلا انا سناني ضاريني، خاصني اسمحوا لي بلاتي ندير واحد البيب. دربي القوقة في الراس كيبقى يترضخ وكاين البرد، صباح البرد اليوم. قلت لكم على السنسله حناش انا بعتها يعني ها نتوما دابا هسني، يعني شكون كي غندير ليهم؟ خاصني ضروري خاصني عرض الدرسه، راه عرفتي بزباله تاع الفلوس. المهم انا ما عرفتش انا شحال غايقول لي انا السنتي شحال غايقول لي. المهم انا كنت بعتها على قبل باش نحيد هاد الشلقه، باش تعرفوا علاش. حيتاش وحده قالت لي انتي بغيتي تبيعي، انتي بعتي السنسله على قبل قشاوش. اختي لا ماشي على قبل هذوك، على انا نبيع السنسله على قبل انا سريبات غنشريهم؟ راه ما يمكنش. انا بعتها على قبل سناني، راه ما كنقدش ناكل، راه كناكل هاد الجهه كضرني وناكل هاد الجهه كضرني. راه الناس اللي نايضين عليهم السنان ونايضين عليهم الدروس ونايضين عليهم راه هما راه غير يحسوا بيا صراحه. الله يحسن العوار، راه كل واحد وجات مع العيد وجات من ورا العيد عاوتاني المدرسه وبزاف تاع الحوايج. والله كنت كنعدي غير بشويه بشويه باش، ولكن صافي داروني جهلوني حمقوني صافي. بقى شويه الحماقات ما بقاش كيجيني حتى النعاس صراحه. هادي جاوبتك عليها انت، عرفتي علاش؟ حيت انا شي حوايج انا ما بغيتش نقولهم، واحد الدبانه حتى هي شي حوايج ما بغيتش نقولهم. المهم هذاك الشيء كيخصني، ولكن خليتيني انا نهضر. المهم حيتاش ما بغيت انا ما عرفتش، ما بغيت نتكل على شي وحده. وحده قالت لك حتى هي، قالت لي اتي ما تبقايش تشكي
مهم انا نحترم الراي ديالك لان انت متابعه ديالي وديما كتابعيني وديما كتعلقي ليا اي على راسي وعينيا، ولكن غادي نهضر معك في واحد النقطه اللي انت قلتي ليا انت كتشكي ما ديريش بحال وحدي. المهم ما نذكرش الاسماء ديال اليوتيوب، ما ديريش بحال هذيك فلانه دال تشكي وهادي وديك هذيك سوقها هذيك مالفه، المهم دبر راسها هذيك هذيك حره ديال راسها. ولكن انا اختي ما تقارنينيش مع واحده اخرى، واحد كاين اللي عنده المشاهده طالعه وعنده كل شيء طالع وما مسوقش وهادي وفي نفس الوقت كيشكي. الا شكيتي راه لا جات عليا، الا شكيتي راه جات عليا راه المشاهده طايحه عندي. بالعكس انا كنعاود للناس باش تاهما يدعموني ويبارطاجيو لي الفيديو باش يعرفوا مشاكلي اش عندي. انا لا شكيت راه جات عليا راه المشاهده طايحه عليا، انا كنت عندي مشاهده طالعه راه ما غنخرجش نهضر ولا نقول لهم اش واقع ليا واش واقع ليا وعلاش بعت السلسله حيتاش بعتها حيتاش المشاهده اصلا طايحه ليا. وانا ماشي كنعاود باش نقول لبنادم يصيفط ليا، انا راه ما واخا كاع ما عرفتيش يكتب ليا ما كنطلبش شي حد يعطيني ولا شي حاجه. انا حدي كنقول لهم دعموا القناه، هادشي اللي كاين سيتو راه ماشي عيب، راه وحده راه لاباس عليها وكتقول لهم دعموا القناه، وحده راه لاباس عليها وكتقول لهم صيفطوا ليا هذاك الشيء ديال كدير اللايف وكتقول لهم صيفطوا ليا. ها هما عندهم، انا لا هضرت وشكيت راه جات عليا لان المشاهده طايحه عندي، عندي مشاكل، عندي بزاف تاع الحوايج. الاغلبيه راه ما عارفين بلا ما نبقى نعاود في لي ديطاي كامله. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نفسر ليك علاش ما هذيك دبر راسها. انا كنت بحالها، انا راه عندي المشاهده طالعه بحال هكا، ويا ريت كانت عندي مشاهده بحالها، يا ريت الله يزيدها. وانا ما كنحسد حد، فهمتوني ما كنحسد حد، انا يا موالفه كنجمع مع الناس اش وقع لي انا. راه اي حاجه راه دابا في خباركم غنزيدكم واحد القضيه، الاغلبيه انا ما بغيتش نذكر الاسماء ديال اليوتيوبرز، كاينين شي وحدين اللي كيدخلوا الملايين وكيبينوا حالتهم مسخه، كيبينوا حالتهم مريقه، كيبينوا حالتهم ما عندهمش هادو، لان الاغلبيه الناس كيبغوا بنادم غير اللي يكذب عليهم هما اللي كيقول الصح واللي انا غير فران شريته وريته ليكم، اي حاجه كنشريها كنوريها لكم. والناس في هذا الزمان ما كيبغوش الحق، كيبغوا غير اللي يكذب عليهم. راه لاحظتها، راه هذا هو المشكل اللي عندي انا في لاشين، شكون كنت كنكذب ودابا لاشين ديالي طالعه واصله والله العظيم. والانسان اللي كيكون صريح ما كيبغي حد، راه لاحظتها عاتي كي اليوم البرد. المهم هادشي اللي كاين، لان ما غتلقاوش شي وحده غتجي تقول لكم اش حنا كندخل واش. شوفوا غير المشاهده، شوفوا المشاهده طالعه راه عارفه راه كتدخل الفلوس. شتي المشاهده مسكينه طالعه على قد الحال، ديك 10 كا 12 كا 20 كا كاع حتى ل 20 ما عارفاها ما كتدخل حتى ريال، هادي كوني اكيده منها. ولا كانت شي وحده يوتيوبر تجي تقابحني، هادشي اللي كاين، لان كيخلوك تهضري، لان هاد الهضره ماشي انا كنعاتب فيها ولا هي حقها تهضر، ولكن انا حقي نجاوب عليها. انا عرفتي راه مجهلين الدروس وكملت جاوا عليا التومايا. المهم هادو جوج اللي هضروا راه جاوبتكم على اللي كتقول لك تشكي وهادي وهادي، ولا اللي على قالت لك بعتي سلسله على قبل القشاوش. انا سلسلتي ما انا راه بالعكس انا ما نقدرش نبيع السلسله الا لما كنت محتاجه ليها، لان انا يا مريضه ضاري نورك عارفين المرض اللي عندي من الدواء ديال الكيس وداك الشيء. شكرا بزاف الناس اللي تواصلوا معايا في الانستغرام قالوا لي على قبل الكيس وداك الشيء. المهم بلا ما نطول عليكم الهضره طويله وما كتساليش، واش غنقول لكم انا يا اللي كاينه هنا راه كنقولها ما كنخاف من حتى شي واحد عادي جدا، وما عندي حتى شي مشكل مع شي يوتيوبرز ولا كلشي زديت عليه. كاينين قلت لكم عدد الاصابع ثلاثه اللي عندي ناديه وليلى وسيهم منصور فاميلي، هادو هما الوحيدين اللي كنجمع معاهم كنهضر معاهم. وكاينين شي حوايج اللي كنهضر كنعاود بصراحه كاينين شي حوايج اللي نقدر نعاودهم ليهم هم وما نقدرش نعاودهم في لاشين عندي الكرامه ديالي دابا، فهمتوني. وهادشي اللي كاين، لان كاينين شي وحدي شي حاجه اش غنقول لكم، كاينين شي حاجه اللي تقدري تقوليها وكاينين شي حوايج اللي ما تقدريش تقوليهم. غنمشي دابا نطول نشوف اش غادي ندير السنة، عرفتي راه ما بقيتش قديت ناكل، تصوروا باقا ما فطرتش والله باقا ما فطرت. غنمشي نشوف اش غادي يقول ليا، باينه غناخذ رونديفو حيت هاد الطبيب كيقول لك خدي تاخدي رونديفو. هذا فاش من بعد عاد نمشي عنده. انا دابا ما غاديش نعمر
لان العماره ديال السنان غاليه بزاف وجات مع العيد. يلا نتكافى مع راسي. المهم ما عرفتش انا هذا العام واش نعيد ولا ما نعيدش. انا قالت لي الوالده الا ما عيدتيش جي عيدي معايا. المهم هادشي اللي كاين. ونزيدكم غادي نحيد غير هذيك العيبه اللي هنايا، نشوف شحال غيحيدها ليا ديك الشلقه اللي كاينه عندي فينا وصافي. هادشي اللي كاين. المهم انتوما معايا، المهم ما تنساوش اللايكات الفيديو وهادشي اللي كاين. يلا خليكم معايا، يلا ما تنساوش اللايكات هي وين ما تخسروا والو، ديروا لايك. هادشي اللي كاين. يلا وشي تعليق زوين ديما اللي كتحفزوني به. يلا عطي تصوروا ونقول لكم كوزينه سستها بقى والله بقى كان حكيتها. المهم الا بقى فيا الجهد من ملي غنجي عند الطبيب راه غادي نكملها معاكم ونوريكم. المهم بزاف تاع الحوايج والله الا عرفتي عندي بزاف تاع الفيديوهات في راسي بغيت نديرهم. ومهم ما تنساوش تدعموني في لاشين الاخر، راه غنخلي لكم في صندوق الوصف وهادشي اللي كاين. يلا بغيتوني يلا دخلت غير دابا مشيت عند الطبيب. عطيت التعمار بشحال البنات حفتي بنت نحيد الفيرني بنت حالتي. شو المرض ما كتبقى يتعقلي على تي شي حاجه. شو دوك الفيرني مع هبط لتحت نمسحو بهاد الماء. مشيت عند الطبيب قال لي عطيت التعمار بشحال 14000 ريال اللي بغيتي تعمري سنانك. عطوني واحد الورقه ما عرفت فين توضرات ليا، ما عرفت فين حطيتها، ما بقاش عندي حتى العقل. السنان جهلوني 14000 ريال ديال التعمار، ولكن انا ما غنعمرش دابا واخا يبقاو يضروني. اش غندير ندير مسكين ليه الله والله العظيم 14000 ريال التعمار للسنه. ايوا وهاد الشلقه قلت لها عندي، عاودت لها كيفاش واقع ليا. قلت لها عندي السنان بجوج ضاريني وواحد الشليقه هنايا عندي واحد الشلقه. قالت لي خاصك يدير لك لها الراديو، والراديو دير 3000 ريال. ديري الراديو عاد باش يقول لك الثمن بشحال هي يحيدها لك. تدخلي عنده يحيدها لك عاد باش يقول لك الثمن يضربك على الراس. صافي دارت لي في الورقه الله ما عرفت في حطيتها، دارت لي 16 في هذا الشهر، 16 في هذا الشهر مع الربعة، مع الربعة العشيه دارت معايا. غادي نمشي ندير. المهم راه قلت لكم علاش انايا بعت هذيك السنسله، انا ما خاطريش ما عنديش فهمتوا. قلت عندي المشاهده طالعه غادي نزطط راسي وغادي بزاف تاع الحوايج، ولكن المشاهده طايحه عندي غالب الله. سناني ما غاديش نعمرهم لان غالي بزاف 14000 ريال. او كانت المشاهده بعد عندي دايره غادي نمشي نعمرهم بجوج، ولكن اش غادي ندير الزهر. الحمد لله على كل حال الله يجيب الرزق. كي قلت لكم غادي نحيد هذيك الشليقه صافي وغادي المهم غنعدي بعد بعد العيد نعدي حتى من بعد وغنمشي نعمر بجوج نعمرهم عنده. حاسه بزاف 14000 ريال المسكين ما خلاو مي تي. تقول لي شنو هذا اللي حمر ديما في صباعك البنات؟ هذا راه عندي واحد الجرحه كضربت صبعي وديما كنداويها وكيبقى ليا الحموريه هنا. شحال من وحده كتقول لي درتي شي عيبه في وجهك وبقى راه ماشي هذا، راه غير الدواء الحمر كنداوي واحد الصبع ديما كتلقاو ديما صباعي حمرين من هنايا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم نقضي شغلي وانتوما معايا. والله الا عرفتي صدمني ملي قال لي 14000 ريال باش نعمر ليك. وي 14000 ما يجمعهم. ايوا الله يحسن العوان المسكين اللي ما عندوش والله ما يحسن العوان. غندير انايا هي ليك وغافي ضروري خصك ديريها، ولكن ما عرفتش انايا الله يلطف. دابا راه حد الان كنهضر وعرفتي وعندي صداع هنايا باش نحل لكم فمي احلى والفوق اخلع الله صافي. هادي راه كنت معمراها هاد السنه معمراها، ولكن ما دارت ليا بحال ما قاتله لا عرق لا والو، عام جي عام عمرها وصافي. هي اللي دابا كتعطيني الصداع وهذه كانت طاحت ليا، طاحت ليا تشقات وطاحت ليا غير بوحديتها صافي. هانوض دابا نشوف اش غادي ندير وانتوما معايا. عرفت
شفتي جاني جاتني الدوخه بالنعاس حيت ما نعساش مزيان. البنات قولوا لي على سلامتي ولكن راج داروا لي الدروس، انا حمقوني الدروس وحق الله. دابا راه ما عرفتش واش بحالي غير كيتوالى الليل كيبدا يظلم الحال، صافي كيبداو يجهلوا عليا سناني، ما عرفتش علاش، ما والله ما عرفت. كيقول لي اجي تعالي غنشد معاك السهره ولانا، غير خلى الله وصافي. بردت هويشي في الكوزينه، انتما لافابو ولا يشعل بريحه جافيل، عرفتي وليت ريحتي تعطعط. انا اصلا عزيز عليا سبحان الله ريحه جافيل النقاوه، راه ما بقاتش في الكوزينه البنات تكون صغيوره ولا تكون ما فيهاش الجليج، راه بقات في النقا، راه واخا تكون هي ساكنه غير في بيت. حيتاش بزاف البنات كيقولوا لي كيقولوا لي راجا واخا عندك المشاهده قليله وعندك داكشي متول ونقي وداكشي، ولكن راه البنات راه كل واحد وعلى جده، فهمتوني، كل واحد على كان اللي كتلقاي عنده فيلا قدا قداش وريحته خانزه يعني حاشاكم، ما كتلقايش معفون، كتلقاه ما كيتهلاش في راسو، ما كتلقايش ما كتبانش عليه كاع ديك النعمه، ما كتبانش عليه، سبحان الله. انسان الحمد لله على كل حال، وهادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم انا اي حاجه راه كنتقاسمها معاكم. المهم هاد القريعه راه ماشي الو بعد قاد لي راه جافيل عطيه ريحتي ولات تغوت بريحه جافيل. المهم جافيل هذا قلت لكم حيت لافا انا حيت ما تدوش عليا راه جافيل راه قلبني المهم قلت لكم البوطاجي هانتوما هي البوطه حكيتها مزيان، البوطاجي كامل فركتو تمن الحيط حتى هوايا، كانت فيه الدسوميه مع اليوم قليت الحوت عتي وما كليت وحق الله العظيم البنات ما واكله الدغمه ديال الخبز ما واكلهاش حيت سناني ما بقيتش قديت ناكل، راه بحال صايمك وهصمت والله العظيم. غير خلاو الله دابا نعمرها واحد الكويز ديال اتاي وغادي نشوف اش غادي ندير، وحق الله ما قديتش على سناني عييت عييت. المهم ما شكيت عليكم، صافي حيدت هذه حتى هي درتها بجافيل حتى هي حكيت هاد البانيني، صافي هادشي اللي كاين. هادو المعينات غسلتهم خليت هاد البلاصه خاويه البنات، شوف ما بقيتش بغيت ندير فيها حتى شي حاجه، نقدر نكون نحط فيها غير داكشي ديال جافيل والتيد وداك التخربيق. هنايا قاديت غير هادشي هنايا، بقى لي غير هاد البلاصه غنحكها مزيان بالتيدو جافيل. وقلت لكم المعينات عرفتي كتحسي بالراحه ملي كديري جافيل، وهذا صافي حكيت هذا البريريد والمعينات كاملين بالتيدو جافيل، صافي هادشي اللي كاين. هادي راه تهرسات ليا البنات خلا الله وصافي، كنبغي ندير نحط نديرها كتهبط عاوتاني ترجع. المهم الله يجبر الرزق وناخذ وحده عاوتاني. هانتوما كي دايره ترست ليا كامله، ما داتش ليا هاد المره، هادي شريتها شويه غاليين من 4000 والفوق 200 درهم والفوق، وما صدقتش ليا
تقريبا شي 5 سنين، اويلي 5 سنين كوعك 5 سنين، 5 شهور تقريبا صابت. مازال الاخرى لا، ولا اللي كنت شريت دات لي عام ونص بقات عندي، ولكن هذه تهرسات لي. المهم الله يجيب لي الرزق. صافي هادشي اللي كاين البنات، تقاسمت معاك هاد النهار، باقي ليا غير تليليجه ان شاء الله تيقرب شويه انا يقرب شويه العيد الكبير. ومهم قبلوا عليا انا هكا دايره. المهم هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطى الله. ندوز دابا يا نجفف، غير نجفف، غير جفيفه خفيفه تال من بعد، وغادي نخرج هادشي كامل، غنخرجو وغادي نحك بجافيل وتيد وداكشي. المهم اخواتاتي تقاسمت معكم النهار، دعوا معايا البنات اسناني نتشافى منهم وداك الكيس ده هو. شكرا بزاف الناس كاملين اللي كيسولوا فيا في الانستغرام، قالوا لي البنات رجاء بغيتي تحيد لك الكيس كولي الدغموس. المهم انا عارفه الدغموس راه كيحيد الكيس، حيتاش واحد الوصفه قديمه كنا عطيناها ليكم، الدغموس راه تاهو زوين، راه غير ولي نديرو حتى هويا. والله يشافي الجميع، وشكرا لكم بزاف وبوسه ليكم. ما تنساوش اللايكات، الله يحفظكم ليا. يلا دوزوا بخير. ايوا كثرت الهم كتضحك، هي ديالي انا. يلا الزوينات، يلا الكويدات ديالي، بس بلا ما عليكم.